الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، نتابعها مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكما ريهام وأدا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة. أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين عن إطلاق مشروع شركة بلاتينيوم الهندية الرائدة في صناعة المواد المضافة داخل المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية، وذلك في أغسطس المقبل. وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذا الإعلان يأتي نتاج اللقاءات والاجتماعات المثمرة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية خلال الجولة الترويجية التي استمرت 4 أيام بالعاصمة الهندية نيو دلهي ومومباي لتعريف بالفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للمنطقة. بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس التنفيذي الجديد لشركة هالي بيرتون العالمية شانون سلوكم أوجه التعاون المشترك. وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامج حفر مكثف للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر بهدف تحقيق اكتشافات جديدة تسهم في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتصدير الفائض. تواصل الحكومة دورها في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وقامت الحكومة بضخ كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والحية السودانية والخراف، وذلك عبر المجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات السوق مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع خصوصا الاستراتيجية منها وبأسعار مخفضة للمواطنين. اللحوم اللي هي البلدي، الخراف البلدي طبعا موجودة عندنا شوادر في القاهرة والجيزة برضو ومتوفرة طبعا. أسعارنا طبعا مقارنة التجار أقل من التجار، مش عايز أقول لحضرتك مثلا 30-40% طبعا، إحنا أقل من السوق وعندنا بوفرة وكويسة يعني، صح بحالة كويسة يعني. تقوم بتوفير كميات كبيره جدا في المناسبات، كل مناسبه لها حاجه معينه يعني. احنا داخلين على عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين. لحوم متوفره سواء لحوم طازجه سوداني الكيلو بتاعها ب 195 او لحوم برازيلي كباب حله ومفروم الكيلو بتاعه ب 170، دواجن الكيلو ب 85، كميات كبيره جدا متوفره من كل هذه الانواع. زائد ان عندك الرز البلدي والرز المستورد بيبدا من 20 جنيه متوفر بكميات كبيره جدا للمواطنين، والاقبال زي ما انت شايف المجمعات الايام دي فيها ازدهار في الاقبال من المواطنين. الحمد لله اللحمه متوفره وكل حاجه الحمد لله يعني، وكل حاجه متوفره يعني. الاسعار كويسه يعني الحمد لله. هي السلع الموجوده السكر والزيت والشاي والرز، وبرده موجود الدقيق وموجوده كلها. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% في طريقها لانخفاض أسبوعي، إذ أدى رفع أسعار الفائدة في بريطانيا لزيادة المخاوف حيال النمو الاقتصادي، مما محى أثر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي والمؤشرات الأخرى على انخفاض المعروض. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% لتسجل 72 دولارا و29 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة
قليلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.7% لتسجل 67 دولارا و65 سنتا، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.91% لتصل إلى دولارين و36 سنتا للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.45% لتسجل دولارين و54 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت بورصة الإمارات على ارتفاع إذ بدا أن المستثمرين تجاهلوا أثر انخفاض أسعار النفط ومخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وزيادة رفع أسعار الفائدة. كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي جيروم باول قد صرح أن البنك سيحرك أسعار الفائدة بوتيرة حذرة مع اقتراب صناع السياسة من نقطة توقف لدورة تشديد السياسة النقدية لم يسبق لها مثيل، وتراجعت أسعار النفط الخام المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج لليوم الثاني واتجهت نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع أسعار خام برنت 91 سنتا أو 1.2% إلى 273 دولارا و23 سنتا للبرميل. اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والهند على إنهاء 6 نزاعات بينهما في منطقة التجارة العالمية وفق ما أعلنت واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأضاف مكتب الممثلة التجارية الأمريكية أن الهند وافقت أيضا على إلغاء رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الأمريكية مثل العدس واللوز. حقبة جديدة في العلاقات الأمريكية الهندية تتبلور في ظل أزمات سياسية واقتصادية تغير خارطة العالم. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن تلك الحقبة عقب استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالبيت الأبيض وتوقيع اتفاقيات في مجالي الدفاع والتجارة. وخلال مؤتمر صحفي أكد الرئيس الأمريكي أن الشراكة بين البلدين أصبحت أقوى وأوثق وأكثر حيوية من أي وقت في تاريخها، مشيرا إلى أن الشراكة الاقتصادية تشهد ازدهارا مع تضاعف التجارة لأكثر من مثليها على مدى السنوات العشر الماضية. وتريد واشنطن أن يكون للهند ثقل استراتيجي يوازن نفوذ الصين وتراها شريكا مهما، في حين تشعر واشنطن أيضا بالاستياء من العلاقة الوثيقة بين الهند وروسيا في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في المقابل أشار مودي إلى فصل جديد في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أجريا محادثات تطرقت إلى مواقف البلدين المختلفة بشأن روسيا وحقوق الإنسان. وتهدف بعض الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والهند إلى تنويع سلاسل الإمداد لتقليل الاعتماد على الصين، بينما تهدف اتفاقيات أخرى إلى التحكم في سوق التكنولوجيا المتقدمة التي ربما تستخدم في ساحات المعارك مستقبلاً. وتسعى الولايات المتحدة إلى التصدي للنفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال تعزيز العلاقات الدفاعية مع دول مثل الهند واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول في أنحاء منطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا. فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة مع استمرار تأثر معنويات المستثمرين بتصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التي تشير لاحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 33%، كما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 63%، في حين هوى مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.7%. We'll be right back.
نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى رهام وأدا، إليكما. شكرا سارة.